بتصدي قوات الجيش الحر لقوات النظام الذين يفسدون من تلك المناطق. أيضا أخي الكريم، هناك حملات دهم واعتقال في أماكن متفرقة من قلب العاصمة دمشق، بدأت واضحة وجلية بعد أن أعلن النظام بأن منطقة دمشق هي منطقة عسكرية، وذلك ليتم تبرير حملات الاعتقال الوحشية بحق المدنيين. الريف الدمشقي بشكل عام أخي الكريم يتعرض بقصف عنيف لرجمات الصواريخ من كل المناطق، مدينة حموريا وصقبة وكفر بطنة وزملكة وعربين وحرستة ودوما ومسرابة. حصيلة الشهداء ترتفع في أي لحظة بسبب القصف الممنهج على المباني المدنية. ولا بد أن أنوه إلى أن المتجرة التي حصلت قبل أيام في مدينة حموريا ارتفعت حصيلتها إلى 70 شهيدا. ولا بد التنويه أيضا إلى أن الصواريخ التي تم قصفها لتلك المنطقة هي صواريخ فوسفورية حارقة تم إسقاطها بمظلات لكي لا يتم يعني أي لكي لا تدخل هذه الصواريخ إلى قعر الأرض، وبالتالي تمتص قوة نعم، الصواريخ وصلت المباني الصورة. السكنية والمحلات، نعم الأمر وصلت الذي أدى الصورة. إلى ارتفاع نتمنى تلك لكم السلامة الحصيلة. دائما. تميم الشامي مراسل شبكة شام كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.